أبو عمر القائد العام كتيب الدرع أسود السنة والقائد الميداني لتجمع مغاوير حوران قبل التوجه إلى سرية الهجانة لدربها أحد. كلمة أبو عمر. بسم الله الرحمن الرحيم. أن تنصر الله ينصركم ثبت أقدامكم صدق الله العظيم. تجمع مغاوير حوران كتيب الدرع أسود السنة والكتيبة الأولى ذاهب الآن لحصار نقطة الهجانة رقم 36 ونسأل الله التوفيق. والله أكبر ولله الحمد. الله أكبر. 26/2/2013 درعا. خسامي هاي الضربة عليك أبو سامي. احترق الملعب عليك الضربة. أبو عمر. أبو سامي الضربة هاي عليك. كيف سير العمليات؟ وش هاي عملية؟ وش هاي عملية؟ أنا طيارة. أبو سامي. أبو سامي. التصوير أو التحرير أخذ. كيف تنظر لسير المعركة حاليا؟ الحمد لله رب العالمين. العمليات تقدم مقاتلين بوضع جيد. إن شاء الله من هون لساعة مش أكثر من ساعة نكون سيطرنا على الموقع وقتلناهم بإذن الله يعني. إن شاء الله. إن شاء الله. درعا 26/2/2013 عملية ضرب نقطة للهجانة. أبو الخير عامل وضع الطيران. الحمد لله رب العالمين. كيف الإصابات أبو الخير؟ الحمد لله إصابات مباشرة بإذن الله تعالى. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين. درعا 26/2/2013 نقطة الهجانة.